حمدت إلهي والمقام عظيم، فأبدى سرورا والفؤاد كظيم. وما عجبي من فرحتي كيف قورنت بتبريح قلب حل فيه عظيم. ولكنني من كشف بحر وجوده عجبت لقلبي والحقائق هيم. لذلك الذي أبدى من النور ظاهرا على سدف الأجسام ليس يقيم. وما عجبي من نور جسمي، وإنما عجبت لنور القلب كيف يريم. فإن كان عن كشف ومشهد رؤية فنور تجليه عليه مقيم. تفطنت فاستر علة الأمر يا فتى، فهل رؤى خلق بالعليم عليم. تعالى وجود الذات عن نيل علمه به عند فصل والفصال قديم. فرافق ربي قد أتاني مخبرا بتعيين ختم الأولياء كريم. فقلت وسر البيت صف لي مقامه، فقال حكيم يصطفيه حكيم. فقلت يراه الختم فاشتد قائلا، إذا ما رآه الختم ليس يدوم. فقلت وهل يبقى له الوقت عندما يراه؟ نعم والأمر فيه حسيم. وللختم سر لم يزل كل عارف عليه، إذا يسري إليه يحوم. أشار إليه الترمذي بختمه ولم يبده، والقلب منه سليم. وما ناله الصديق في وقت كونه، وشمس سماء الغرب منه عديم. نذاقا ولكن العقول مشاهد إلى كل ما يبديه وهو كتوم. يغار على الأسرار أن تلحق الثرى، وأن تمتطيها الزهر وهي نجوم. فإن أبدروا أو أشمسوا فوق عرشه، وكان لهم عند المقام لزوم. فربما يبدو عليهم شهودها، فمنهم نجوم للهدى ورجوم. فسبحان من أخفى عن العين ذاته، ونور تجليها عليه عميم. ولكنه المرمود لا يدرك السنة، وكيف يرى طيب الحياة سقيم. فأشخاصنا خمسا وخمس وخمسة، عليهم ترى أمر الوجود يقوم. ومن قال إن الأربعين نهاية لهم فهو قول يرتضيه كليم. وإن شئت أخبر عن ثمان ولا تزد طريقهم، فرد إليه قويم. فسبعتهم في الأرض لا يجهلونها، وثامنهم عند النجوم لزيم. وعند فنا خاء الزمان ودالها، على فاء مدلول الكرور يقوم. مع السبعة الأعلام والناس غفل، عليهم بتدبير الأمور حكيم. وفي الروضة الغراء ثم غذاؤه، وصاحبها بالمؤمنين رحيم. ويختص بالتدبير من دون غيره، إذا فاح زهر أو يهب نسيم. تراه إذا نواه في الأمر جاهل، كثير الدعاوي أو يكيد زنيم. فظاهره الإعراض عنه وقلبه، غيور على الأمر العزيز زعيم. إذا ما بقي من يومه نصف ساعة إلى ساعة أخرى وحل صريم. فيهتز غصن العدل بعد سكونه، ويحيا نبات الأرض وهو هشيم. ويظهر عضل الله شرقا ومغربا، وشخص إمام المؤمنين رحيم. وتم صلاة الحق تترى على الذي به لم أزل في حالتي أهيم.